وقفنا لما جاسر الألفي أمل ليس وحنين يروحوا وراء المكتب. بسم الله نبدأ حلقتنا. ليس وحنين خبطوا على المكتب وجاسر أذن لهم يدخلوا، وهم دخلوا وليس أدى التحية العسكرية وجاسر شاور لهم يقعدوا وهم قعدوا. أنا عايز أفهم إيه اللي حصل برا ده يا بيه. أنا أسف يا فندم، أنت عارف اللي عملته ده يقدمك للمحاكمة العسكرية؟ والله يا فندم غصب عني، وأنا مستعد لأي عقاب حضرتك شايفه. يا فندم أنا كمان غلطانة ومستعد لأي عقاب. لا، العقاب ليه؟ علشان هو بس عارف يعني إيه قوانين عسكرية، وأنا مستعد حضرتك لأي عقاب، كله يهون علشان حنين. وحنين بتبص له بحب، وجاسر شاف نظراتهم لبعض وافتكر حبه الآية اللي كان مختفي، بس جاسر كان بيكابر فيه، بس ليس حبه ظاهر ومش خايف ان هو يقول كده، وفاء من شروده على صوت ليس. يا فندم ايوه يا ابني. وجاسر قام من مكانه وراح عليهم. انا مش هعاقبكم، كفايه عليكم الجواز. وليس وحنين برقوا. بجد يا جسوره؟ افندم فين عمو جاسر يا ابن الالفي؟ وانت يا بنت السيوفي طول عمركم قرفنا بحبكم، ودلوقتي جايين تتخانقوا وتزعلوا من بعض يا جزم. وفتح دراعته لهم وهم جروا عليه، وهو خدهم في حضنه وباس دماغ حنين وليس. وفي الوقت ده احمد الالفي ومالك السيوفي بيفتحوا الباب بالراحه وبيبصوا بدماغهم لجوه وقالوا: ودي يا مالك، انت شايف اللي انا شايفه؟ وادفع عينك. شايف. وفي اللحظه دي جاسر فتح الباب والاتنين دخلوا جوه المكتب وهو بيقول لهم: مش عيب عليكم يا كبار انتوا الاتنين، ده احمد. لا لا لا، ده مالك. وليس وحنين بيضحكوا على ابهاتهم. وجاسر قال: طب يا اخويا شوف هتجوزوا الولاد دول امتى. وبيشاور على ليس وحنين، ومالك بيبص لاحمد وبيغمز له وبيقول له: انا مش موافق. نعم حضرتك بتقول ايه؟ ده حنين دي بتاعتي وربنا اختطفها واتجوزها. ها هرسود عليك يا ليس، حد يقول كده للملك السيوفي وقدام كمان جاسر الالفي؟ انا بقول كده علشان هما دلوقتي اعمامي مش القاده بتوعي، صح ولا لا؟ الواد ده لعيب. واد يا ليس، انا موافق على خطوبتك انت وحنين، تعالى في حضني. وجات حنين جري لحضن باباها وباس دماغها. وليس قال: خطوبة ايه يا مالك باشا؟ كاتب كتاب على طول، هو احنا لسه هنعرف بعض ولا ايه يا حنون؟ وحنين بتغمز لباباها وعمها احمد وعمها جاسر: زي ما بابا قال خطوبة، يمكن اغير رأيي. نعم يا اختي تغيري رأيك، بتنتي يا بنت السيوفي اتلمي كده وخلي يومك يعدي، كفاية ما عاقبتكيش على سهواتك مع عمرو. ها فاكرة ولا مش فاكرة؟ شفت عصبيتك بابي، انا مش موافقة على ليس، عن اذنكم. وخرجت جاري وهي بتضحك على ليس. وليس قال: انت يا بنت تعالي هنا. ولسه خارج وراها جاسر وقفه: ما تهدأت كده، مالك كده؟ اقسم بالله يا ليس لو ما بطلتش عصبيتك دي ما انتش هتتجوزها، وياريت بقى الشهر اللي فاضل ليكم تتعامل معاها بحنية، مش كل حاجة عصبية. اهدى كده وقول هديت. واحمد قال: يا ابني لازم يبقى عندك ثبات انفعالي، امال حضرتك ظابط ازاي؟ ولازم يبقى عندك حنكة في التعامل، مش كل حاجة قفش. وبعدها مالك اتكلم: ليس انت عارف ان انت ابني اللي ما خلفتهوش، وانا عارف ان انت بتحب حنين، بس بعصبيتك دي هتكرهها فيك، وياريت كده تهدى، ولازم توزن امورك وتحتويها، الراجل مننا لازم يبقى هو السند والامان للست، وانا واثق فيك. ربنا يخليك يا عمو مالك، والله انا اخد برأي حضراتكم وربنا يخليكم لينا، عن اذنكم. وخرج. واحمد قال: مبروك يا مالك، هنبقى نسايب. احنا مش نسايب يا احمد، احنا اخوات. مبروك عقبال بقيه الولاد يا رب. وفي اثناء ما كانوا بيتكلموا دخل جاسر الحديدي بعد ما استاذن وقدم التحيه العسكريه، وبعدها وجه كلامه الملك: عمو مالك انا طالب ايه الدنيا. ايه انت ودنيا؟ طب ازاي؟ ايوه يا عمو مالك. طب هي عارفه يعني ولا لا؟ لا مش عارفه، انا جيت اقول لحضرتك الاول قبل ما افتحها. طب مش المفروض يا ابني تتاكد اول من مشاعرها؟ انا جيت استاذن الاول وبعدين اكلمها. طب كلمها كده وشوف ردها
وبعدين انا اقول لك رأي عن اذنكم. وجاسر خرج وجاسر الالفي قال لاخو احمد شفتي تربية رعد مش تربيتك الفاسدة. اخويا طول عمره بجح من هو طفل وبيقول لك انا بحب حنون وحنين دي بتاعتي وخناقات ملك مع تشهد صح واتبجح من زمان بس اللي مطمني ان هو بيحبها مش من النهاردة ده من زمان قوي وانا هبقى مطمن لما اجوزها له كفاية ان هو ابنك وانت عمه يا جاسر وتربيتكم كمان انتوا الاثنين وتعرفوا كمان انه طلب دنيا كده عشان لو جرالي حاجة بناتي هيبقوا في امان بعد الشر عليك ربنا يفرحك بيهم وتشوف احفادك ربنا يخليكم ليا انتوا ورعد ومحمود وحمدة انتوا نعم الاخوات. وهم بيتكلموا دخل محمود وحمزة ورعد ومالك بلغهم بخطوبة حنين وطلب جاسر ابن رعد وهم باركوله وبعدها كملوا شغلهم ومالك اتصل بحبيبة وبلغها وكمان احمد بلغ تقى وهم فرحوا وبعدها حبيبة وتقى بلغوا كل حبايبهم وكانوا مبسوطين ان علاقتهم هتتقلب من الصحوبية لأهل. وعدى اليوم وجه الليل وكل واحد نام على سريره وحنين نايمة على سريرها بتفكر في اللي حصل في الشهرين لحد اعترف ليس بحبه ليها وحنين بتفتكر وهي نايمة وابتسمت وبعدها راحت في نوم عميق نسيبها تحلم بليسها. نروح في الاشباك دنيا. نعم طبعا انا وانت بنحب بعض وانا طلبتك من عم مالك ايه رأيك؟ ايه انت عايزني اقول ايه مادام رحت وطلبتني من غير ما ترجعني هرد اقولك ايه ولموافقة ومش موافقة انت عايز انهي فيه؟ دنيا انا اللي بسأل مش ترد عليا بسؤال. طب يا جاسر مش موافقة هي دي اجابتي. تمام يا دنيا. وسابها ومشى وراح لعمه مالك وقال له ان دنيا وافقت ومالك قال له مبروك ومالك طلب دنيا تجيله المكتب ودنيا جت وابوها قال لها مبروك يا دندن. ومن خبرة دنيا عرفت ان جاسر حطها قدام الامر الواقع ودنيا قالت لباباها الله يبارك فيك يا بابي ومالك قام وبس دماغها كبرتي يا دنيتي انت وحنين انتوا بقيتوا امتى عرايس ربنا يحميكم ويخليكم ليا يا اغلى مننا عينيا ويخليك لينا يا حبيبي يا احن اب في الكون. ونرجع بقى دنيا فائت وضحكت ماشي يا ابن الحديد رجعت تاني لمقلب شكل اللعبة هيحلو وبعدها نامت اسيبها تلعب مع جاسر الحديدي وفي مكان تاني في فيلا حمزة ونور صاحبتها عاملين مكالمة جماعية وبيتكلموا مع بعض والكل بيبارك لإسراء وحبيبة وتقى ونور قالت مبروك يا بنات هتبقوا حموات وبعدها هتبقوا جدات ربنا يخليك يا نور عقبال ما تفرحي بأولادك. بقول لكم ايه عايزين نشوف هنعمل ايه لازم خطوبة اولادنا تكون مختلفة ونشوف الناس اللي بتعمل اغاني للعرايس والعرسان ونعمل واحدة ونغنيها لولادنا ياه لو كل الولاد والبنات كانوا مع بعض كانت هتبقى خطوبة دمار دمار شامل بس مش مشكلة برضو هنعمل فرح الناس كلها تتكلم عليه. مبروك ليكم يا بنات لسه جاية ايوش كان عندي عمليات وعرفت ان انتوا عاملين شات دخلت لقيتكم بتتكلموا الحمد لله على سلامتك يا قلب اخت الله يسلمك يا روحي مبروك لجاسر الله يبارك فيك يا حبيبتي عقبالتي يا وراء ان شاء الله يا رب. يا بنات انا جيت الحمد لله على سلامتك يا شوشو الله يسلمك يا حب مبروك للاولاد الله يبارك فيك يا شوشة عقبال مراد ورودي. وبعدها قعدوا يخططوا للخطوبة وبعدها قفلوا الشات وكل واحدة من اهل العرايس والعرسان بلغوا اهليهم واهليهم انبسطوا وعرفوا كمان ان الخطوبة هتبقى بعد المعسكر ان شاء الله وكل بارك لهم. استوب لحد هنا ونكمل بكرة ويا ترى ايه اللي هيحصل في خطوبتنا. دمتم في امان الله بس استنوا قبل ما تمشوا دعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وما تنسوش صفحتنا على الفيسبوك عليها قصص جديدة وجميلة. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.